والله ماني عارفان شو بدي لك. هلا انا حاول جهدي بس يعني الحياه اسمي ونصيب. ايه بس يعني ما بحب اشوفك زعلان. انا عادي عادي عمي رضوان عادي. المهم هلا انا بدي احكي لك شغله، بدي اياك تفتح معي وتركز، مو تفكرني مجنون او رخيص لا سمح الله، بس المثل بيقول لك خطوب لاختك قبل ما تخطب لاخوك. اه خطوب لبنتك قبل ما تخطب لابنك. والله هيك بيقول المثل؟ هي هيك بيقول عمي رضوان. عادي يعني شو صار؟ بتصير نفس الشيء اصلا يعني. المهم شو رايك بهدى؟ مين هدى؟ شو مين هدى استاذ؟ هدى اختي. على عيني بس يعني شو؟ ما فهمت. تنفع؟ يعني انا برايي انه هدى بتناسبك حفر وتنزيل. هند يعني مو خارجه، بنت صغيره مطقطقه بتحب تسمع لي حزين وما بعرف شو، مخها مضروب. هدى هيك نخشه روحها حلوه. انت شو عم تحكي عمي رضوان؟ هدى شبه هدى استاذ شبه. لك لا يا عمي رضوان لا تفهم غلط، ما شبه شيء على سلامتك. لا اصدق ولا شيء. هدى منيحه ولا لا؟ فكر. هي بترضى فيني؟ هاي بقى مو شغلتك، هاي شغلتي. لك هدى هاي حصتي من البيت، حصتي من اهلي. اذا كان هيك خلص عمي رضوان تصرف انت. اترك علي. المهم شريك شو صار مشان الشغل؟ والله خبرت الوالي بس لسه ما رد لي خبر. لك لا تتركه، نق عليه نق عليه. لكو الوالد ما بينسى، ما بينسى عمي رضوان. قال ما بينسى قال. كبير بدك تنق عليه. عين خير. خير. عين خير. انت جنيتي رضوان؟ قطر صوتك شبيك. ادي. يعني مين هذا لو راس الزفت لحتى انا اتزوجه؟ هلا انت بالاول اسمعيني، بعدين بتقرري. اخي انا لساتني عم بدرس، ما شفت شيء من حياتي لسه لحتى انبلب واحد اجدب مثل نوراس. هلا انت مو طول عمرك بتسقي فيني وبتقلي لي انه انا شاطر. امبلا المعنى؟ المعنى انه ما راح تلاقي بحياتك احسن من هيك رجال. لسه بيقول لي رجال؟ لك هذا شقف التشتوش كل الحاره بتعرفه. لك لانه تشتوش لازم تتجوزيه، هذا التشتوش نايم على ثروه، فاهمين؟ ثروه شو؟ ابو نورس شو عندهم اساسا؟ كلها شافت هالمنشره. هي المنشره اللي مو عاجبتك جاجه بتبيض ذهب. بتعرفي الذهب؟ ذهب. هذاك اليوم ابو نورس كان عارض المزرعه تبعه تبع الزبداني. بتعرفي قديش جابت له؟ قديه؟ 20 مليون سوري. ولي على قامتي. هدود ركزي معي. انا بعرف انه هذا الزلمه مخه خفيف ودرويش وتشتوش كثير، بس لانه هيك انا بدي اياكي تتجوزي مشان تصيري تلعبيه على اصابيعك مثل ما بدك. لك هذا الزلمه مليان مصاري معه وابوه. طب خلص خلص، خليني هيك كم يوم لاستجمع قواي هيك وفكر بالموضوع وبرد لك خبر. ايه بس خليني حابك. ايه يعني ما تطلع كلمه هيك ولا هيك لاختك. لا لا معك على العظم، انا مستحيل احكي. ايه لانه خلص. لا خلص بيناتنا الموضوع كفي. اتفقنا ما؟ ماشي يلا بقى.